بدأ ذلك ربما منذ أكثر من 20 عاما. أفتح عيني كل صباح فأرى صاحب الكلب منتصبا على باب غرفتي، في يده بندقيته التي أعرف أنها محشوة. أقف، أرتدي ثيابي وأشد رباطات حذائي وأتوجه بخطى وإيدة نحو الباب، فيفسح لي الطريق لكي أخرج. أتجاوز عتبة الباب ثم أركض هاربا، فيركض خلفي إلى أن تنبثق أمامي تلك الزاوية المتشكلة بين جدارين من البازل. أستدير بوجهي إليها، عيناي مملوءتان بالرعب، وأتحسس بقدمي طريقي إلى الوراء، وأنحشر أخيرا في الزاوية، فيقف هو على بعد أمتار مني ويصوب بندقيته نحوي ويطلق النار. أشعر بسيخ اخترق جسدي، أضع يداي على بطني ثم أرفعهما إلى أمام عيني فأراهما ملطختان بالدماء. أصاب بالذعر، أحاول الهرب ولكن قواي تخور، وأسقط على بعد أمتار أتمرغ في دمي. يتقدم هو مني ينحني إلى الأرض، يلتقط حجرا كبيرا يرفعه إلى فوق رأسه ثم يهوي به على رأسي. أسمع عظام جمجمتي تتحطم، أطلق عواء حادا، أنظر حولي مستغيثا فلا أرى سوى أطفال تحلقوا حولي يتابعون المشهد بعيون زجاجية خالية من أي تعبير. يرفع الحجر ثم يهوي به من جديد، فأطلق عواء خافتا ثم أكشر عن أسناني وتصبح جثتي باردة. ينسحب الأولاد ثم يعلق صاحب الكلب البندقية على كتفه وينصرف هو الآخر. أرفع جسدي عن الأرض وأسير نحو البيت، فأسمع خلفي وقع خطوات. أنظر إلى الخلف فأرى صاحب الكلب من جديد. أركض فيركض خلفي إلى أن تنبثق أمامي تلك الزاوية المتشكلة بين جدارين من البازلت، فأستدير جهته وأتراجع بحذر متحسسا الأرض بكعبي، ثم أنحشر في الزاوية ويقف هو مصوبا بندقيته نحوي ويطلق النار. أشعر بسيخ اخترق جسدي، أتحسس بطني ثم أشاهد يدي الملطخة بالدماء وأحاول الهرب. أقفز ثم أسقط، ويقترب هو ليرفع الحجر فيهوي به أول مرة، وأطلق عواء حادا ولا أرى حولي إلا عيون الأطفال الزجاجية الفارغة تلك. يهوي مرة أخرى بالحجر فأطلق عواء خافتا ثم أكشر عن أسناني وتصبح جثتي باردة. ينصرف الأطفال ذوي النظرات الفارغة، يعلق صاحب الكلب البندقية على كتفه وينصرف، فأنهض وأتوجه إلى البيت، ثم أسمع وقع تلك الخطوات خلفي وألتفت فأراه وأركض فتنبثق الزاوية. ثم في نهاية النهار أتعب أنا من الموت ويتعب هو من القتل. يذهب كل منا إلى بيته، ألقي برأسي على الوسادة منهكا خائر القوى، وأغفو قبل أن يصل رأسي إلى الوسادة فأراه في الحلم واقفا وعلى كتفه بندقيته التي أعرف أنها محشوة، ويقول لي: اسمع، أنا لم أكن أكرهه، ولكن لم يكن أمامي خيار آخر. رحلت من القرية إلى المدينة فلحق بي، حملته بسيارتي ونقلته إلى مدينة أخرى تبعد أكثر من 100 كيلومتر، وفي الصباح أفقت على نباحه. لم يكن أمامي وسيلة أخرى للتخلص منه، لقد حاولت بشتى السبل. تنهمر الدموع من عيني صاحب الكلب، وبينما يكفكفهما أرتدي ثيابي وأشد رباطات حذائي وأتوجه إلى الباب، فيفسح لي الطريق وهو يمسح الدمع بكمه، ثم عندما أتجاوز العتبة أركض هاربا، ويركض خلفي إلى أن تنبثق تلك الزاوية، يطلق النار ثم يهوي بالحجر مرتين وأطلق عوائي الحادة والخافت. ثم ينصرف الأولاد ذوي العيون الزجاجية ويعلق هو بندقيته على كتفه وينصرف، وأسمع وقع خطواته خلفي، وهكذا حتى يلقي الصباح أولى خيوطه عبر النافذة على وجهي، فأستيقظ وأراه في الباب وعلى كتفه بندقيته التي أعرف أنها محشوة.